اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين وخاتم المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس الخامس والثمانون، كذا الخامس والثمانون في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، وما زال الكلام في باب تحريم الظلم ووجوب رد المظالم. أخذنا حديث أبي عائشة وقفنا عليه. أي نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين، من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. متفق عليه. ما عندك طوقه يوم القيامة؟ لا. هذا حديث عائشة رضي الله عنها، أم عبد الله الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أهلها، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض، يقال قيد ويقال قيد، طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. أخرجاه في الصحيحين. ومثله حديث سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يظلم قيد شبر من الأرض إلا جاء مطوقا من سبع أراضين يوم القيامة. وهذا فيه وخامة الظلم وشناعته، تبين ذلك بعظيم عقوبته، أنه يفضح على رؤوس الأشهاد، وأنه يطوق بسبع أراضين يوم القيامة لما ظلمه من هذه الأراضي وإن كانت يسيرة. وقوله قيد أي مثل شبر، معلوم أن الشبر لا ينفع صاحبها، فإذا كان هذا في شيء يسير هذا عقوبته، إذن فيما هو أشد وأكثر أعظم عقوبة. ولم تزل التعديات على الأراضي سواء لمن يملكها ملكا خاصا فيتعدى عليه ممن هو أقوى منه، أو على أراضي بيت مال المسلمين، لم تزل هذه الجريرة دائرة وسائرة وذائعة بين الناس، يحسبونه هينا وهو عند الله عز وجل عظيم. ومن أسباب القتل والقصاص ما تسمعونه من خلافهم على حفاد أرض، عقم، هذا يقول قدمته هذا يقول أخرته، فيحضر الشيطان إلى أن يقتل بعضهم بعضا، ثم يندمون عندئذ الندم العظيم. الظلم ظلمات يوم القيامة، ومنه الظلم في الأموال، ومنه الظلم في الأراضي والبلادين والمزارع والعقار. وبعض الناس إذا كان هذا التعدي يتعلق بالبلدية أو ببيت المال الأمر عنده هين، كأن الأكل والسرقة والأخذ من بيت مال المسلمين حلال. لا، في ذمتك كل المسلمين الذين ينتمون إلى هذا البيت، وعلى رأسهم ولي أمرهم، مسألة عظيمة. ولهذا في حديث علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض أي أعلامها وحدودها ومراسيمها يستكثر بها إما له أو لغيره، فهو ملعون وهو متوعد بهذا العذاب أن يطوق من سبع أراضين. وفي الحديث إشارة إلى أن الأراضين سبعة،
وهذا مفهوم من قول الله جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فالأراضون سبعة، وكما السماوات سبعة. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. متفق عليه. صلى الله العظيم، صلى الله العافية. وهذا حديث أيضا لو لم يأتي في وعيد الظلمة ووخامة عقوبتهم إلا هذا لكفاه ردعا لقلوب أهل الإيمان وأخذا لها بمجامعها. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المخرج في الصحيحين: إن الله لا يملي للظالم، أي يمهله. لماذا يمهله؟ لعله يتوب ويؤوب ويرد المظالم إلى أهلها. يمهله ليعذر منه حتى إذا أخذه لم يفلته، أي أن العقوبة عليه متحققة إذا أخذه الله وهو في حال الظلم. وقرأ قول الله جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. شوف الآن الظلم ما هو بخاص، عام. ظلم القرى يفشو فيهم الظلم، إن أخذه أليم شديد. وفي قول الله جل وعلا: ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هذا من نوع الإمهال، يملي الله له. ولهذا من ظلم فأخذ فأعوقب في الدنيا فهذا سعادة له. نعم يلحقه غم وهم وقلق، لكنه طهر من هذه الظلامة في الدنيا. ويا خسارة ويا شقاوة من أخرت مؤاخذته إلى يوم القيامة. وهذا يوجب علينا أن نحذر الظلم بأنواعه، وأن نرد المظالم إلى أهلها ما دمنا في ساعة المهل، كما سيأتي بذلك الحديث. أن يسعى إلى رد المظالم من دم، من مال، من عرض، قبل أن لا يكون ساعة مندم. والله جل وعلا من أسمائه الحليم، وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة سبحانه ذي الإحسان. الله حليم، ولهذا يؤذى ويحلم على من آذاه. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يؤذيني ابن آدم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري، إني وابن آدم في شأن عظيم. وهذا يدل على ما تستحوذ به الشياطين على الناس وعلى الجن ليكونوا مع إبليس في النار. ومن أوسع هذا الاستحواذ باب المظالم، باب المظالم. فلينتبه لهذا المؤمن، ولا يغرنه حلم الله عليه وأن الله لم يعاجله، فإن الله يمهل ولا يهمل. ويكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وهذا من كمال حلمه سبحانه وتعالى. وهذا الحلم إنما يغر ضعيف العقل وضعيف الإيمان. أما المؤمن فلا يغرنه حلم الله على ما وقع منه من ظلامه. ثم هذا الظلم، انتبه يا عبد الله أن تبرر لنفسك فيه بأنواع التبريرات، وتعذر لها بأنواع المعاذير. حط المسواك بمخباتك والمسباحة بمخباتك، أي ماذا أمحل تسبح. النفوس تبرر لأصحابها ما هي فيه من المعاصي والإغراق، أي أنت لك كذا، لك حظ، أنت لك هذا، حتى يستمرئ هذه الظلامة. وأنتم يا من الله عليكم بالمال والسعة
وتحت أيديكم من تحت أيديكم ممن هم أنقص منكم. كما تشكون ظلم من هو فوقكم، انتبه لظلم من هو تحتك، من عمالة، من خدم، ممن يتعاملون معك، انتبه أن تظلمهم أو تبخسهم حقوقهم. فإنك إن نجوت وربحت وظننت أنك استزدت في الدنيا تراها سحت وخسارة عليك. ولهذا انتبه، لا أن تقدم يوم القيامة مظلوما خير لك من أن تقدم ظالما. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عند إدلهام الفتن في آخر الزمان، فقال فيما قال في حديثه: فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. لو دخل عليه وطارت الفتنة لأن تكون مقتول خير من أن تكون قاتلا، لأن المقتول مظلوم إلا من نوى أن يقتل صاحبه. نعم. وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. هذا حديث معاذ ورواه عنه ابن عباس، فإن معاذ بن جبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن عالما وداعية وقاضيا، وكان بعثه إلى جهة صنعاء وتعز ونواحيها، وبعث عبد الله بن قيس أبا موسى الأشعري إلى ساحل اليمن ومخلافه الحديدة وزبيد وجهاتها، ولهذا أمرهما أن يسر ولا تعسر، وتعاهد ولا تختلف لقرب بعضهم من بعض. وبعث أبا هريرة إلى دوس إلى قومه، وبعث أبا عبيدة عامر الجراح إلى نجران، كل هذه في جهات اليمن، لأن اليمن في المعنى الشرعي كل ما كان عن يمين الكعبة، من وقف على بابها مستقبلا المشرق ما عن يمينه يمن وما عن يساره شام وشام. وبعث عليا إلى شرقي اليمن شبوة ونواحيها. هؤلاء بعوثه الخمسة وشهم؟ عوام ولا علماء؟ علماء. فبعث علماء من أصحابه يقومون بهذا الأمر، لأن منهج الدعوة إلى الله يقوم على العلم، ما يقوم على دربات الروس يدربي راسه مع الناس يقول أنا خارج أدعو إلى الله أو أدعو في سبيل الله، هذا مخالف ومغاير لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال للصحابة يلا أخرجوا معهم غيروا بيئاتكم، أخرجوا مع معاذ ومع أبي هريرة ومع عبد الله بن قيس أبي موسى ومع أبي عبيدة ومع علي. ولهذا قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ما هو على جهل ودربات روس، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وش علاقة الشرك في الدعوة؟ أن الدعوة إلى الله بجهل تؤدي للشرك، عرف أو لم يعرف، لأنها تورث البدعة والبدعة بريد الكفر. ثم قال: يا معاذ، بيّن له حال المدعوين، إنك تقدم قوما من أهل الكتاب. أهل اليمن فيهم كتابيون يهود ونصارى، وفيهم مجوس، وفيهم وثنيون كعامة العرب، وإنما ذكر أهل الكتاب لأنهم أرفع أهل اليمن المدعوين، فإذا فطن لأرفعهم فهو مدرك لمن هو أردأهم. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله. إذن أولويات الدعوة مرتبة، ليست فيها مجال الاجتهادات والتحسينات
والتذويقات. القاعدة التوحيد، وأهل الكتاب يعرفون التوحيد لكنهم أخلوا فيه. قال فإنهم أجابوك لذلك، لا تتعدى هذه المرحلة، فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، وهذا تمثل في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أخذ يدعو للتوحيد وحده كم سنة من حين ما بعث إلى 10 سنوات ما في إلا دعوة التوحيد، بعد 10 عرج به إلى السماء وفرض عليه الصلاة، وهاجر من مكة إلى المدينة بعد 13 سنة في الدعوة، لم يفرض إلا التوحيد والصلاة، وفي المدينة فرض الزكاة والصيام والحج وباقي الشعائر. قال فإنهم أجابوك لذلك إلى الصلاة، فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ثم قال وهذا شاهد الحديث للباب، وإياك أي أحذرك وكرائم أموالهم أي أطايبها وأحسنها وأجودها، يعني إذا أخذت من الزكاة لا تأخذ من أطيب ما يكون ولا من أردأ ما يكون، فإن أخذت من الأطيب أضريت صاحب المال، وإن أخذت من الأردأ أضريت من مستحق الزكاة، إنما تأخذ من الوسط. ثم قال واتقي أي واحذر واجتنب وانتبه، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. المظلوم حتى من أهل الكتاب لا تظلمه. ولما رأى عمر رجلا يهوديا يستعطي في شيبته سأل عنه، وقد كان يأخذ منه الجزية في نشاطه والآن كبر، قال والله ما بررناه، أخذنا منه الجزية في شبابه فلما كبر كلفناه فمنع أخذ الجزية منه وأعطاه من بيت المال إكراما لماذا؟ لشيبته. هذا أساس النظام الاجتماعي في العالم، أسسه عمر خريج مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وجاء في الحديث أن دعوة المظلوم ترتفع إلى السماء فيشق لها عنان السماء، السحاب يشق لها، تفتح لها أبواب السماء، حرارتها وحموتها حتى يكون لها أنين تحت العرش. هذا المظلوم، فانتبه أيها الظالم، تنام قرير العين تظن الدعوة عليك سهلة. ولما نكب البرامكة في عهد هارون الرشيد وكانوا يملكون الدولة، هم مصرفون، المدبرون المتصرفون في الدولة، قال الفضل لأبيه أو لعمه يا أبتي كنا ملوكا وأضحينا فيما نحن فيه، فما سبب ذلك؟ قال يا بني دعوة مظلوم سرت بليل كنا عنها غافلين. واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وضابط ذلك بأن يقوم في قلبك على نفسك حسابا ومراقبة في أفعالك وفي أقوالك وفي الحقوق التي عليك، تحاسب نفسك فيها. ليس العبرة بما عليه الناس ولا ما يقولونها الناس، لا، اللي بينك وبين ربك يخلي منك التبعة عند الله جل وعلا، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، والله يجيبها، لأن المظلوم مضطر، والله جل وعلا يقول أمن يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نعم. وعن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتيبة ابن اللتبية. استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله،
فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة. فلا أعد والله لا يأخذ أحدكم، هذا شاهد الحديث، نعم أعده، والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة. فلا أعرف أن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال اللهم هل بلغت ثلاثا. متفق عليه. هذا حديث عظيم يلج في أبواب من العلم، ومنها باب المظالم في ردها. فعن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي الأنصاري، فإن قومه هم قوم بني ساعدة الذين كان في سقيفتهم مبايعة الصديق، وكانت منازلهم في شمال غرب مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية. الأزد القبيلة العربية القحطانية المشهورة التي لها المآثر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعده في الفتوحات، وهم أزدان، أزد وأزد شنوءة، وكلاهما من قحطان بن يعرب. يقال له ابن اللتبية، بعثه على الصدقة أن يجلبها ويسعى عليها في تحصيلها، فجلبها ما قصر جابها، لكنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام هذا لكم، أي هذه الصدقة، وهذا أهدي لي، ما كتمها، علم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ورقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال الرجل نبعثه في الأمر لنا، لأن نبينا في هذا المقام رسول وولي أمر المسلمين، ثم يأتينا فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أمه أو أبيه، في رواية في بيت أمه وأبيه، في رواية ثالثة أفلا جلس في بيت أمه، ثم نظر أيهدى له أو لا يهدى له. يعني هؤلاء المهدون ما أهدوا لك لأجل ذاتك، إنما لأجل عمالتك ورئاستك ومنصبك ووزارتك. والهدايا نوعان، عينية وهدايا معنوية. الهدايا المعنوية بالفخر والمدح والعزائم، والهدايا العينية التي هي الرشاء، سميت بأسماء كثيرة، سميت أتعاب، سميت حق الشاهي، حق الطريق، خدمات، عرقتك، أسماء كثيرة لمسمى واحد. لماذا؟ ليروج هذا الباطل وينتشر، وهذا سمة الزمان في فساده، تتغير فيه الأسماء الشرعية إلى أسماء مستحدثة سماها الناس كذلك ليروج الباطل. يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يؤكل الربا يسمى بغير اسمه، صدق وبر عليه الصلاة والسلام. يبي يجي وقت يا أخواني ما يعرف شيء اسمه الربا، استثمارات، تجارات، مرابحات، مداينات. ولا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر تسمى بغير اسمها، وانظروها الآن، عرق، شمبانيا، كحول، حتى يأتي جيل ما يعرف وش الخمر يقول لا ما حرم الله العرق، الله حرم الخمر. صلح الجاهلية الآن يلزمون في المثار ولا في غيره، يلزمون على هذا بأن يدفع كذا، هم من يبررها، هذا صلح، هذا صلح، هذا حكم، وإن سمي باسم الصلح أو أظهر بقالب الصلح حكم بغير ما أنزل الله، حكم سلوم وجاهلية. ومنها هذا الأمر الرشاء تسمى بغير اسمها، خدمات حق الطريق حق الشاهي، أتعابك،
عرقتك، وهي في اسمها رشوة. لعن فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: الراشي وهو الدافع لها، والمرتشي وهو الآخذ لها، والرائش وهو الواسطة والسمسار بينهما. أفلا جلس في بيت أمه أو بيت أبيه وأمه فنظر أيهدى له أو لا يهدى؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله، وفي رواية: والذي نفسي بيده، لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه، يعني ظالما له، إلا لقي الله جل وعلا وهو يحمله، يجيبه معه يوم القيامة. هذه الفضيحة. ولذا سيأتي الحديث: ينصب لكل غادر لواء عند أسته يوم القيامة، هذه غدرة فلان ابن فلان. إن كان بعيرا يأتي به يحمله، من يقوى شيل البعير؟ يحمله وله رغى. وإن كانت بقرة يحملها ولها خوار، وإن كانت شاة يحملها وهي تعير أي تثاغي. هذه مظلمته، ومثل بهذه الثلاث لأن أكثر ما للعرب المخاطبين، وليرد عليها غيرهم من ما أخذه من غير وجه حقه، سواء لآدمي، لمعصوم، حتى للكافر لا يجوز أن تغصبه وتقهره في ماله إلا فيما يتعلق بالجهاد في سبيل الله أو في حق بيت مال المسلمين. نعم. وعن أبي ثم رفع يديه شيخ. نعم، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده حتى رؤي بياض إبطه الشريف، ولا يرفع يده حتى يرى بياض إبطه إلا في حال الاضطرار كما في حال الاستسقاء. اللهم فاشهد أني بلغتهم هذا الأمر، ينكتها على الناس عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. الله المستعان، الله المستعان. المؤلف موفق يا أخواني، النووي والله موفق، أيما توفيق. شوفوا كيف يختار هذه الأحاديث ويرتب بعضها على بعض، هذا مبناه على فقه وعلى علم. نظيره الشيخ محمد في كتاب التوحيد موفق، فإن حسن انتقاء الآيات واختيار الأحاديث وترتيب بعضها على بعض هذا بحد ذاته فقه. أتى بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الإمام البخاري، قال فيه: قال النبي صلى الله عليه وسلم، مش أوله، من كان له عند أخيه مظلمة من حق أو غيره، مظلمة من حق أو شيء أخذها منه أو عرض أو مال، فليتحلل منه الآن، أي في ساعة المهل في الدنيا. والمظالم المتعلقة بإخوانك غالبها تدور على أمرين: على اللسان وعلى المال، على الدنيا وعلى الكلام واللسان. اغتبته، سببته، طعنت فيه، اتهمته، نميت عليه، جرحته، نلت من عرضه بالقذف أو من ماله، والمال يسير أو كثير، فليتحلل منه الآن، أي في الدنيا في ساعة المهل، قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. فإنهم إذا قدموا يوم القيامة نظر لهذا المظلوم على ظالمه، وش الظلامة؟ تحقون بيسمح الواحد في هذا الزمان يوم القيامة سيسمح؟ فيؤخذ من حسنات ظالمه بقدر هذه الظلامة حتى يستوفيها، فإن فنيت حسناته أخذت من سيئات المظلومين بقدر هذه المظالم ثم طرحت عليه. وفي هذا قول الله جل وعلا في سورة النحل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون.
والله إن هذا الحديث لا بد أن يأخذ في قلوب أهل الإيمان أخذا، وينبههم إلى ما هم فيه من الغفلات تنبيها، وأن يتفقد الإنسان نفسه ويراجع، جاور، عاشر، صاحب، عامل، ثم ماذا؟ ينتبه لنفسه. الآن يجي ناس يسألون، والله كان لي عند أحد دين من مدة ورحت أدور ما لقيته، وش أسوي بها؟ نقول صح النوم، توك تنتبه. ثم لا يكفي أنك تبحث بحثا عاما، كما احتلت في أخذ المال ابتداء احتل في إرجاعه إلى أهله انتهاء. وكما تجرأت على أن تشذر بلسانك عليه في ساعة المهل، كذلك ابحث عنه وتحلل منه واستمح منه، فإن هذا لا يزيدك في نفسك ولا عند الله إلا عزة. لا تظن أن هذا ينقص من قدرك أو من شيمتك أو من منزلتك، لا، أنت بهذا تسعى إلى نجاة نفسك. وهنا يأتي السؤال الشهير، ظلمنا أناس لا نعرفهم، اغتبناهم، نقول إذا كنت نعم الآن لا تعرف أعيانهم صدقا وبحثت ولم تجدهم حقا، فالهج إلى الله بالتوبة أولا، وبالدعاء لهم ثانيا، وبأن تسأل الله أن يحلك منهم ثالثا، فإن الصادق في توبته يبلغ بذلك مبلغه. أما مباشرة تتجه للصدقة عنهم والدعاء لهم وأنت ما تحللت منهم، أخاف ما يرضون، أخاف يشرهون، أخاف يزعلون، هذا ما ينفعك، لأنك لم تتحلل منهم، وهم لهم الحق، وحقوق العباد مبناها على الشح وعلى المطالبة لا على العفو ولا على المسامحة. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، نسألك اللهم بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم، يا أحد يا صمد، يا من لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد، إلا لما أحللتنا من أعراض الناس ومن أموالهم وذممهم وحقوقهم. اللهم اجعلنا بريئين منهم. اللهم لا تجعل لأحد علينا في هذه الدنيا ولا يوم أن نقبل عليك حقا، لا في صغير ولا في كبير، لا في دقيق ولا في جليل. اللهم وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، واغفر لنا ذنوبنا وحوبنا وخطايانا، أنت ربنا ورب الطيبين. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا مرضاتك فلا تسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وذرارينا وولاتنا وجميع المسلمين. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استغفر الله العظيم وتوب إليه. استغفر الله العظيم. سم أنت لك بيت في المنطقة الشرقية اللي أنت رايح لما لك فيها منزل استراحة يعني؟ نعم نعم. سؤال أخينا يتكرر، ما يخالف. سؤال أخينا يتكرر، له صور كثيرة، يا من الله من عليكم، صار لكم بيوت ومزارع واستراحات وأكثر من منزل، فإذا ذهب الإنسان من بلده الذي يسكنه تسمى الإقامة الأصلية إلى بلد آخر، إما ديرته القديمة أو له فيها مزرعة، له فيها استراحة، له فيها محل، لأي غرض، مهنئا مسلما معزيا، فإنه وصل إلى داره الثانية ومحل إقامته الثاني، فلا يترخص فيها برخص السفر. في الطريق من الرياض إلى ديرته التي سافر إليها، إن كانت المسافة قصر يجمع يقصر، في رجوعه يجمع يقصر،
وهذا ينسحب حتى على إخواننا أهل الذيدان، أهل الإبل والغنم، الذين لهم أماكن أقاموا فيها أكثر من 4 أيام، عزب، خيام، غرف، كرفانات، عشش، صنادد، فيكون هذا هو محل إقامته الثاني إذا كان نزل فيه 4 أيام فأكثر. أما أهل الشديد اللي يشدون ينزلوه يوم يومين فهو يغير محله، هذا له القصر حال التغيير، وله الجمع والقصر حال الشديد. وضحت هذه يا أخواني؟ والله تعالى أعلم. نعم سم. أي نعم يسأل أخونا عما جاء في الأذكار من تهليل أو تحميد أو تكبير أو استغفار أو تسبيح، جاء مؤقتا بعدد، فما جاء محددا بعدد التزم بهذا العدد في وقتك كأذكار المساء والصباح. جاءت بعض الأحاديث الترغيب بهذا العدد وبالزيادة عليه، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يمسي أو حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، كان كمن أعتق كم؟ 10 رقاب، وكانت له 100 حسنة، في رواية 100 درجة، وحط عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان، في رواية حرزا يومه ذلك حتى يمسي، في رواية في المساء مساء ذلك حتى يصبح، ولم يأتي أحد بأفضل منه إلا من قال مثله أو زاد. فهنا أذن الشارع لك بالزيادة. إذا ما جاء مؤقتا بعدد اضبطه، وما جاء مرسلا زد فيه من غير أن تحدد لكل يوم عددا. مثل الاستغفار، اشتهر عند الناس قالوا بستغفر كل يوم 1000 مرة، ولا بصلي على النبي كل يوم 1000 مرة، نقول هذا التخصيص بهذا العدد بدعة، إذ خصصت ذكرا بعدد لم يخصصه به النبي صلى الله عليه وسلم. استغفر الله ما شاء، استغفر الله ما شئت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ما شئت، ما جاء فيه عدد التزم بعدده، ما جاء فيه الزيادة لك الزيادة، ما لم يأتي فيه عدد فابقه على عمومه حتى ما تقع في البدع التخصيصية في الأعداد. وضحت؟ والله أعلم. نعم سم. التلول الديون إيه؟ إيه؟ نعم الديون وهي حقوق الآدميين لا تتساقط، ما مضى عليها من الدهور، ولهذا قاعدة من قواعد الفقه أن الحقوق لا تتساقط بالتقادم. لو قبل 1000 سنة ما يتساقط، ما يذهب. والتفريط الواقع عند الناس أنه يستدين ثم يمهل ويهمل ويسوف ويأجل ويماطل، تمضي عليه السنون فيتبلد، وبعضهم تبلد من يوم ما يأخذ الدين وهم تبلد في إحساسه، يعطيك وجهه ووجهه مغسول بمرق ما يستحي، أبشر والله أنها أسبوع وهي عندك ويتسبي عقب، مو بذا واقع يا أخواني؟ وما أكثر منه عند اللؤمة، وما أكثرهم لا كثرهم ربي، عند حاجته يعطيك الدنيا كلها في حجرك. هذا صرف أسرف وماطل بترك هذا الدين المدة الطويلة حتى ضاع أهله. هذا التفريط لا يغنيك من الطائلة والمسؤولية عند الله جل وعلا. فإذا فطنت ورد الله عليك قلبك فابحث عن صاحب الدين، لم تجده ابحث عن ورثته، لو أن تتعب مسألة تتعلق بذمتك وبدينك أنت، فإن عجزت يعلم الله منك أنك عجزت، ما هو بعجزت قدام الناس والله أنا ما دريت ما عارف، هذاك لو بغيت ثياب العيد وشمغ العيد وخرابيط الدنيا تعرف لها
ولا لا يا أخواني؟ حقوق العباد أعظم. فإن قطعت الحيلة فهذا المال إن كنت تضبطه تصدق به عن نية صاحبه على أنك تنوي متى ما جاءك هو أو أولاده أو ورثته تعطيهم إياه، وتسأل ربك جل وعلا أن يبيحك أن يبيحه منك لتقصيرك هذه المدد. فإن الرجل من الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار وش سوى؟ نمى المال، مال هذا الأجير، عطى الأجر كلهم إلا واحد ما عطاه أجرته فنماها له حتى غدا مالا رصيدا ما عندهم بنوك، واد من الإبل، واد من البقر، واد من الغنم، واد من الرقيق. اجتمع البقر والإبل في محل واحد دل على أنه في بلاد أنهار، في بلاد أنهار. فجاءه بعد مدة: يا فلان، يا عبد الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الأجير الذي عمل عندي ثم ذهب ولم يأخذ أجرته. قال: فاتق الله وأعطني أجري. تبون المدة هذه لنمى بها المال يسيرة ولا طويلة؟ قطعا طويلة، ما أضاعت حقه. قال: أترى ذاك الوادي من الإبل والبقر والغنم والرقيق، لأن الرقيق يقومون عليها. قال: نعم. قال: اذهب فخذه فكله، خذه كله فإنه حقك. قال: يا عبد الله، اتق الله ولا تهزأ بي. قال: والله لا أهزأ بك. قال: فذهب فساق ذلك كله ولم يدع منه شيئا. طيب، هذا أجرته ما نمى، ما أكل أثناء التنمية، أجرة المثل. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فانفرجت عليهم الصخرة وخرجوا يمشون. إذن المظالم ترد، لكن بعد أن يبحث عن أهلها. إن عجز يقدر المبلغ، إن كان وشاك هي 5 ولا 10 اجعلها 10، الزود لك ما هو عليك، لكن النقص عليك. فإن جاء بعد مدد هو ولا ورثته تقول: أنا تصدقت بالمبلغ، إن شئتم لكم وإن شئتم أعطيكم إياه الآن من عندي. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.